أذهب إلى ضيفي من عمان معين طاهر الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا وسهلا بك سيد معين. يعني إسرائيل تدعي بأنها على الأقل خلال هذه الساعات الماضية تمكنت من ضرب عدد كبير من البنى التحتية لحزب الله، من استنزاف موارد عسكرية مهمة، وأيضا اغتيال قيادات في الصف الأول. مع ذلك ما تزال الصواريخ تصل إلى مدن كبرى في إسرائيل من ضمنها حيفا. ما مدى واقعية هذه المزاعم الإسرائيلية في تقديرك؟ نعم، علينا أن ندرك أن هنالك تفوق كبير لسلاح الجو الإسرائيلي، أو بمعنى آخر يعني لا يوجد ميزان قوى في هذا الموضوع. هنالك سلاح جو من طرف واحد، الطرف الآخر لا يمتلك لا سلاح جو ولا وسائل مضادة، يعني وسائل دفاع جوي تستطيع أن تعيق الطائرات الإسرائيلية عن القيام بأهدافها. لذلك كان متوقعا أن يبدأ أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو على المقاومة فيه، على حزب الله فيه، بضربات جوية كثيفة، وهي ضربات في الحقيقة يعني كبيرة. هنالك حديث عن أكثر من 1000 غارة جوية منذ الصباح حتى الآن، وما زالت هذه الغارات مستمرة. أظن أن سلاح الجو الإسرائيلي بأسره قد شارك في هذه الغارات. هنالك حديث عن 650 طلعة جوية، أي يعني طلعت طائرات من قواعد جوية عسكرية صهيونية مباشرة، وهذا حجم كبير. هنالك حديث عن نحو 1400 صاروخ تم توجيهه نحو هذه المواقع، أي هنالك حديث أيضا عن أكثر من 1000 هدف تم استهدافه. الآن ما هي نتائج هذه الغارات؟ لا شك أنها قد ألحقت أضرارا بالبنية التحتية لحزب الله، ربما بمخزونه الصاروخي ببعض مواقعه، ولكنها ألحقت أضرارا أكثر في المدنيين، في المواقع التي استهدفتها، في القرى، في إفراغ الجنوب وتفريغه من سكانه. هذا هو الضغط الإسرائيلي الحقيقي. حزب الله ما زال قادرا حتى الآن على إطلاق الصواريخ. هو أطلق حتى الآن بحسب الادعاءات الإسرائيلية أكثر من 250 صاروخ، وما زلنا نسمع في كل لحظة عن رشقة صاروخية أخرى جديدة، على الرغم من سيطرة سلاح الجو الإسرائيلي على سماء المعركة. وهذا بحد ذاته يعني يعتبر إنجازا للمقاومة، يعتبر إنجازا لمقاتلي حزب الله أنهم يتمكنون من إطلاق طيب، صواريخهم من لكن منصاتهم الصاروخية. ولكن سيد نعم، معين، لكن مع ذلك الجانب الإسرائيلي ماذا يقول؟ يقول سيفهم حزب الله بالقوة، وإن لم يفهم بالقوة فإنه سيفهم بقوة أكبر. هذا يعني بأن إسرائيل مستمرة في هذا العدوان. ما الذي سيترتب عن ذلك بالنسبة لحزب الله؟ ما الآثار التي ممكن أن تلحق بحزب الله في وقت لاحق إذا ما استمرت إسرائيل على هذه الوتيرة؟ نعم، إسرائيل ستستمر في عدوانها، سيتصاعد هذا العدوان أكثر وأكثر، سيتصاعد القصف الجوي، وقد تلجأ أيضا إلى القيام بعملية برية إذا أيقنت أنها قد تمكنت من تحييد جزء كبير من قدرات حزب الله. ما هو لافت في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين اليوم؟ تصريح جالنت أنه قد دمر أو يدمر ما قام حزب الله ببنائه منذ 20 عاما. في الحقيقة هذا يثير مسألة تحدثنا عنها كثيرا على شاشة التلفزيون العربي ومنذ بداية الحرب، أن إسرائيل لا تستطيع أن تخرج من هذه الحرب دون أن تدخل في مواجهة كبيرة مع حزب الله. لا يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يتحمل حربا جديدة مع حزب الله بعد عام أو عامين، بعد أن يكون قد زاد في قدراته القتالية. هنالك تقديرات أن حزب الله يمتلك نحو 100,000 صاروخ أو يزيد في ذلك. ولكن ما أود الإشارة إليه هنا، وهو أن في الحقيقة حزب الله اعتمد في الفترة السابقة على أن لديه يعني نوع من التوازن في قدرة الردع. نعم، 100,000 صاروخ تشكل قدرة الردع، ولكن بشرط أن يتم استخدامها بشكل حقيقي. قواعد الاشتباك التي يعني تم الالتزام بها من كلا الطرفين خلال الأشهر الماضية، صرح السيد حسن نصر الله بأنهم بسراج ولفتيلة كما قال
يحاولون أن يجدوا هدفا إسرائيليا، لأنها قواعد اشتباك اعتمدت على ضرب المواقع العسكرية الإسرائيلية المحصنة، ضرب المستوطنات الحدودية في إطار ضيق. هذا لا يشكل في الحقيقة قاعدة يعني قدرة الردع حقيقية. قدرة الردع الحقيقية الموجودة لدى حزب الله تتمثل في قدرته على تدمير البنية التحتية، في قدرته على الوصول إلى العمق الإسرائيلي، قدرته على تدمير مثلا منصات الغاز، قدرته على إلحاق خسائر كبيرة. التقدير كان سابقا أن قدرة الردع هذه حتى إن لم تستخدم فإن إسرائيل ستكون يعني قادرة على إدراكها وقادرة على إمكانية أن يستخدمها حزب الله، ولكن أنا أظن أنه كان وكل هنالك هذا تجاهل. سيد معين يعتمد على طبيعة الهدف الإسرائيلي غير المعلن، لأن المعلن هو إعادة سكان الشرق.